إحبال. حلو سؤال، أنا أقول لك ليش. إحنا أول شيء نأخذ من الطبيعة مسمار مطرقة ما نستعمل، يعني كأنك تعايش باكر في البر، شلون تقدر تربط؟ فما عندك إلا الحبل، صح ولا لا؟ تقدر تربط بوابة، بتسوي لك حامل عدة، حامل أحذية كرم السامع، حامل أواني، حامل عدة، بتسوي منشط عليك ملابسك، هذا كله وين بتسوي؟ مو سهل تسوي داخل الخيمة، صح ولا لا؟ فعندنا إحنا شنو؟ العصاية والحبل، هذا كله يعني شوفونه.